شوفي الأجل معروفة، الأجل ماشي أنا اللي قلتها، مضفت الشروط اللي قالها. وللأسف الشديد يعني الآن أعطيكم الصباح فقط، يعني جاتني واحد الوثيقة من عند أحد المتعاملين يعني اللي داير فيها شروط تعجيزية، يعني ما هوش معقول. يعني خلوني فقط نقرأ لكم يعني ما جاء يعني في هذه الشروط، وهذا يعني خرق لجميع القوانين. ما هوش هكذا تندار، وما هوش هكذا باش نديرو يعني نصحح يعني الوضعية السوق بتجاوزات وبخرق للقوانين. يعني وثيقة تعطى للزبون فيها شروط تعسفية، ونعتقد أنها شروط إذعان. يعني كيفاه دير قبل ما تدير طلبية الأولى تدفع 5% وتسعين يوم تسليم وما عندكش الحق تطلب تعويض؟ وشنو هذا؟ وشنو هذا بن عمي؟ وشنو هذا؟ راح يتاكلوا الناس ولا؟ سبحان الله العظيم، هذه الأمور يعني سوف نقوم بمراسلة الجهات الوصية لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ماهوش كي السوق فارغ والحمد لله يعني ربحتوا أنكم تكونوا وكلاء معتمدين تقوموا بشروط إذعان للمستهلك الجزائري. هذا أمر مرفوض، لن أذكر اسم العلامة، ولكن سنتواصل معها ونتواصل مع الجهات الرسمية لأجل الكف عن مثل هكذا ممارسات. هذا أمر غير مقبول. الآن ما لدينا في إجراءات اللي راح تتم يوم الخميس إن شاء الله، يعني لحد الآن مطمئنة. صحيح أنه الطلبيات كثيرة والإقبال كثير، ولا سيما أنه السعر مغري، ولكن نعتقد مع أيضا العلامات الأخرى اللي راح تدخل راح تكون منافسة جد 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 قوية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.